الاخوان السلام عليكم. اليوم كنصور لكم فيديو ان شاء الله على التخليطه ديال العلف ديال الخرفان. كما كتعرفوا حنايا دابا في رمضان، تقريبا في نص ديال رمضان، والناس كتوجد العلف ديال كتوجد الحوله بليطو للعيد الكبير، وهذا الوقت هذا كيكثر لونغريسمون ديال الخروف. ان شاء الله كيربطوا الناس الخرفان ديالهم باش يوجدوهم للعيد، يكونوا ان شاء الله موجودين وسمان. الوغ كل واحد كيختار واحد التخليطه ديال العلف ديالو، واليوم شفت الاخ حسن كان كيوجد حتى هو التخليطه ديالو اللي هو مرتاح معها والساتيسفي ديال لي ريزولطا ديالها. داكشي علاش غنحاولوا نكتشفوا معاه هاد التخليطه هادي وشنو كيعجبو فيها والطريقه ديال الاستعمال ديالها. نتمنى الله تعجبكم وتنال رضاكم، ونتمنى ان شاء الله معكم منكم انكم تقارطوا في القناه وتشجعونا ان شاء الله، وتفعل خاصيه الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم مع احبابكم مع من ما بغيتو. على بلا ما نطول عليكم غنخليكم على فيديو اري الاخوان والاخوات. السلام عليكم. دابا جاي ان شاء الله غنسجل لكم واحد الفيديو على التخليطه ديال العلف. كما كتعرفوا دابا قرب العيد، يعني الناس بداو كيعلفوا الحواله ديالهم، كيدخلوا الحواله ديالهم يربطوهم كما كيسميوها باللغه ديال الفلاحه، كيربطوا الحواله كيعلفوهم. كل واحد كيوجد التخليطه اللي كيشوفها كتناسب الحواله ديالو. حنا دابا هنايا في الدار كيوجدوا التخليطه ديال الحواله ديال العيد ان شاء الله، ونتمنى الله تستافدوا منها وتشوفوا اللي خرجكم. دو فاسون كيبقى داكشي نسبي، يعني كل واحد كيدير التخليطه ديالو، كل واحد كيفاش كتبان ليه، كل واحد الاستعمالات ديال شنو كيدير. اللي حنا هنايا غنشوفوا دابا التخليطه اللي كيستعمل هنايا الاخ ديالي ونشوفوا شنو كاين. اشنو استعملتي حسن هنايا؟ كما كيبان ليا كاين الذره والتورتو. التورتو هو ديال نوار الشمس، ياش ديال نوار الشمس. التورتو والفصه والذره والشعير. والفصه والذره والشعير، كاين داكشي نسبي ولا شنو؟ شحال النسبه ياك عند كل واحد وشنو؟ شنو كتستعمل؟ عندي هنايا قنطرونس ديال الذره. قنطرونس ديال الذره؟ ديال الذره. واه عندي خنشه ونص ديال الفصه. خنشه ونص ديال الفصه، شحال كتكون في الخنشه زعما؟ هي 50 كيلو. اه يا 50 كيلو ديال الفصه ولا 25 أو 70 كيلو ديال التورتو، وعندي 80 120 كيلو ديال الشعير. 120 كيلو ديال الشعير. هذه التخليطه دابا كتخويهم هنا. عندي قنطار ونص ديال الفصه، 150 كيلو ديال اول، 150 كيلو ديال الذره، 150 كيلو ديال الذره، 75 كيلو ديال الفصه، 75 كيلو ديال التورتو، و 120 كيلو ديال الشعير. دابا هادشي كتخلطو، شحال غيدوز لك كاع زعما ديال الوقت كاع؟ ايوا على حسابك، على حساب شحال ربطتي ديال الحواله، يعني شحال من راس عندك وشحال كيسلكو، وما عندكش زعما شحال كتعطي للحولي، شحال كياكل في النهار ولا شي حاجه؟ ابتداء غتبدا ليه 250 غرام في النهار. 250 غرام في النهار، مفرق على جوج مرات ولا مره واحده؟ لا على مره واحده في الصباح مره واحده في العشيه. يعني ولكن 250 غرام كتعطي له في الصباح و 250 غرام في العشيه؟ اذا نص كيلو في النهار. 500 غرام في النهار. 500 غرام في النهار. ها وغادي كيطلع على حسب كتاخذو عاوتاني على شنو يعني شنو هو كيفاش كيبان لك؟ وقاش كتعرف انك تقدر تزيد ولا تنقصين؟ باش كتعرف؟ السيمانه الاولى كتبقى تعطيهم غير على حسب القياس، حتى كيولف الخروف ولا العلف. اها يعني خص المعدة ديالو هو يولف يولف على العلف. على ما سمعت قال لك في الايامات الاولى بحال الحولي ولا الخروف يعني كيبدا ياكل كيبدا يضعف. ضروري هذيك حاجه عاديه. 15 من الاولى راه الخروف في النقص، لحقاش مازال ما تعودش على العلف، مازال ما تعودش على الربيط، مازال ما تعودش على بزاف د الحوايج. اها حتى كيتعود الخروف على الربيط. من 15 من الاولى كتكون نقصان، من مور داك 15 يوم الاولى صافي الخروف كيتعود على العلف، صافي كيولي كيرجع كيرجع لصحته، كيبدا يرجع لصحته عاد كيولي يبدا يطلع يطلع يطلع. هكاك وغادي وكتزيد حتى كيوصل الخروف حتى الكيلو ونص في النهار. وكتعطيهم شي حاجه من غير هادشي؟ ضروري كياخذوا التبن. التبن ضروري. ضروري التبن. الفوراج. الفوراج. الخرطال. الخرطال ان شاء الله. ان شاء الله. الله يكمل بخير. ان شاء الله غنشوفوا دابا التخليطه كامله كيفاش كدير. دابا كتخوى ديجا راه كنشوف انك خويتي ديجا هنايا شي. خويتي هنايا الذره. خويتي الذره والشعير والتورتو. والتورتو. والفصه. راه الفصايات هي محلوله غتخوى. يلا بسم الله. الله يكمل بخير ان شاء الله. نشوفوا الامور كيفاش غادي تزيد. دو فاسون اللي خويا اللي عندنا راه عارفين شنو كاين. الناس اللي شراو من عندنا في خميسات انا راه عارفين شنو كاين. 50 كيلو ديال الفصه. هذه 50 كيلو ديال الفصه. ها هي. فوالا بسم الله. 50 كيلو ديال الفصه. الناس اللي شراو من عندنا راه موالفين كيشراو من عندنا في العيد دائما.
الحمد لله كانوا دي زيكو مزيانين، صوت من الناس اللي شراو كاملين الحمد لله، كان اللحم بنين، كان الخرفان كانوا مزيانين. دي فاصون حنا كنتواجدوا في واحد المنطقه اللي فيها يعني الغطاء نباتي متنوع، فيها نباتات يعني بحال هكا سي دي بلونت اروماتيف، وداكشي يعني كاين المذاق، كاين كياكلوا في يعني كاين العرعار، كاين الواد اللي فيه، كاين الترو، كاين كاين الترو، كاين شنو كيقول ثميمات بالعربيه ما تديش عندنا، كاين شي كلمات بعض المرات كيهربوا صوت بشي الحاجه صوت بالعربيه، يعني راه كاين كاين اختلاف، الترو، كاين العرعار، كاين الزمور، كاين ازمور يعني كاين ذاك الشيح، كاين فوالا، كاين بزاف، كاين النباتات اللي مختلف، كاين بزاف، كاين معطر صاف في الغابة، في جنب الواد، كاين بزاف، كاين كلشي يعني المهم كيف، الغابة متنوعة. دابا غنخوي، كاين غطاء متنوع، دابا غنخوي 25 كيلو، نص 25 خمشة ديال التوتو، لحقاش ديجا خويت، راه خويت، خويت خنشة، خنشة ديال التورتو مشات، وهادي غتخوي دابا النص ديال الخنشة، نص خنشة ديال التورتو، كيف. علاش زعما هذيك كتخليها من بعد ولا شنو؟ لا مازال عندنا التخليطات. يدير 75، وي وي غدير جوج تخليطات، قسمتي على جوج تخليطات. دابا قول لي غدير، قول لي دابا انت اللي غدير، لان ديجا عندك طون، دابا سمعت هذا عندك طون، دابا غير تخوي غير نص، غير نص ديال التخليطه اللي عودتي كدير. ودابا عاد فهمت علاش قلتي انت قبيلات، فهمت شنو كاين، ايوا الحمد لله حنا كن يعني كنخلطوا غير في لاتيراس ديال الدار، يعني راه ماشي سميتو، كنخلطو في لاتيراس ديال الدار، داكشي علاش كاين شويه ديال الضيق، وكاين الدراري الصغار حتى هما، ها هما واقفين معانا، لان كاين مازال تخليط اخرى ان شاء الله. ايوا نتمنى والله يكمل بخير ودوز الامور بخير على خير، ونتمنى ان شاء الله. دابا كاين الناس كنظن كن معطلين شي شويه، حسن بديتو شويه معطلين هذا العام، هذا طرطو شويه معطل يمكن، لان الناس على حساب هذا المره هذا فوالا. دابا هذا هو المشكل، الناس مع الكورونا الناس مخلوعين، ما عارفينش واش العيد كاين ولا ما كاينش، الاكثريه متخوف، والعلف غالي وما قادرينش يشريو، وراك عارفهم السوق للناس اللي مولفه كتمشي تاخذ منه يعني تبيع شويه ديال الله. دابا مغامره بالنسبه للاكثريه ديال الفلاحين، راه مغامرين هاد الايامات هادي باش يقدروا يوجدوا، ونتمنى والله يكمل لهم بخير. هادي مازال هادي 25 نص خنشه ديال سميتو ديال الفصه، هادي الفصه باش دير 75 كيلو، درتي 50 كيلو قبيلات، لا 50 كيلو، هذه 75، يعني غدير 75 كيلو، قلنا 75 كيلو ديال التورتو، 75 كيلو ديال الفصه، وكاينه 150 كيلو ديال 150 كيلو ديال سميتو ديال الذره، وكاينه 120 كيلو ديال الشعير. راني حافظ، انا مشيت معاك، دابا ندير لك البورسونتاج ونعرفوا كاع داكشي بالنسبه مئويه واحد، لان داكشي راه ماشي يعني علمي، داكشي راه ماشي كياخذوا غير هكاك، راه مخوض علميا داكشي نسبوي، يعني كل حاجه كل تخليطه كتاخذ بها النسبه في المية. هذا بقات لنا شي حاجه ديال الدرا غنخويوها، خنشه ديال الدرا ان شاء الله. وي خويتي الاولى باش كتجيب سميتو، باش تخلط 500 كيلو الاولى، دابا غنخوي 50 كيلو، 50 كيلو ديال اللي بقات لي باش نخوي الشعير. فوالا كما كتشوف يرمي 50 كيلو، دار 50 كيلو الاولى، ومن بعد غيسالي ب 50 كيلو، بدا ب 100 كيلو ديال الذره، وغيسالي ب 50 كيلو ديال الذره باش تجي داكشي تخلط مزيان. فوالا حنا غادي نخليو دابا شنا التخليطه، غادي نحبسو شي شويه نخلي، غادي دابا نديرو الشعير ان شاء الله. فوالا وصلنا للديرنير، دابا ديرنير ايطاب هي اخر خنشه ديال الشعير، كما كتشوفوا دابا 40 كيلو غادي نزيدوها، كانت ديجا دارت 80، وهذه 40 كيلو اخرى كتولي 120. اللي بغيت نشير ليه هذا شعير مدعم، كنشكروا من خلال هذا الفيديو هذه السلطات الاقليميه ديال مدينه الخميسات اللي وفرت لنا الشعير المدعم بثمن مناسب، اللي ابدا فكتنا مزيان، لان دابا الشعير هذا الوقت هذا غالي وما كاين شيء، مع السواق ما كاينينش. الحمد لله ان السلطات الاقليميه ومن خلالها الدوله المغربيه والوزاره الفلاحه وفروا لنا الشعير المدعم. غدير
غتخويش كاملة ولا؟ لا غنص غير نص. خويت ديجا خويت واحدة. ها؟ اه فيها 80 نسيت صافارانس. إذا 80 غتزيد غير 40 كيلو كتولي 120. بعد فهمت شنو كاين؟ ما ديتش أنا حسن بالي أنها كاينة غير 40 40. وي هاد الخناشي هادو فيهم 80 كيلو. دابا 80 كيلو غيزيد غير نص وحدة على ما تولي باش تولي 120 كيلو. دابا إن شاء الله من بعد هادي غتبدا عملية الخلط ياك؟ اه هي غتخلطو دابا شنو كاين؟ غتخلطو إن شاء الله دابا نبداو نخلطو فوالا. كما كتشوف دابا تبدا العمليه ديال الخلط شي شويه غتنوض الغبره كاينه فوالا فوالا. عمليه الخلط كيفاش كما كنشوفوها كيهز وكيقلب الجهه اخرى يعني راه الفلاحه راه عارفينها بخير. الى غنديرو الصبحه البنايه كيما كيديرو كيخلطو المرطوب ديالهم كيما كيخلطو سميتو غيديروها العجنه كيما كيخلطو العجنه فوالا ديال السيما. دابا غادي نخليو حسن يكمل ونشوفو ان شاء الله نرجعو عندكم فاش لافان ديالها لافان ديال الخلطه غنشوفو ان شاء الله في التالي فاش غيساليها. نخليوه يخدم دابا خاطرو فوالا. ها الخلطه بدات كتبان يعني كيما كتشوفوا دابا النص اللي هنايا راه شويه مقلوب ومازال غيعاود القلبه الثانيه والثالثه جكروا باش يتخلط داكشي مزيان يعني يكونوا لي غرا يعني مختلفين يعني حتى الخروف الا كلا ياكل منهم كامل ما ياكلش غير حاجه من الحاجه. يالله خليكم ندوزو ان شاء الله للتالي. مازال غنشوفوا التالي شنو فيه. عاد التالي غتجمعوا حسن في التالي غديرهم في الخناشي غطردهم في الخناشي عاود عاوتاني غدير لهم دابا جوج قلبات ولا الثالثه الثالثه في الخنشه ديريكتوم فوالا. كتشوفوا دابا بحال دابا كنشوفوا الفصه ولا التورتو هذاك فصه التورتو عاد كيبانوا لان كانوا لتحت. الاخوان كنظن ان الفكره يعني وصلت بلا ما نزيدو نطولوا في الفيديو ان شاء الله. التخليطه راه باينه ويعني كاع اللي خصو يتقال راه تقال واللي خصو يتعرف راه تعرف. نتمنى الله نكون انني وفيت وقدرت انني نوصل لكم يعني الفكره ديال هذا الفيديو هذا. ونتمنى الله التوفيق للاخ حسن وكاع الفلاحه ديال المغاربه وكاع الشعب المغربي. نتمنى الله يزول عنا هذا الوباء هذا ونقدروا نعيدوا ان شاء الله ندوز للعيد. نتمنى في العيد الصغير حنا كاع ماشي غير العيد الكبير نعيدوا مجموعين ان شاء الله ونتلاقاو بحبابنا وصحابنا وعائلاتنا ودوز كلشي بخير على خير. اخوان الوغ غنخليكم دابا وغادي نقول لكم كما كنقول لكم دائما نوبلي با لابوني اسابوني سابوني 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 لاشين فوالا وفعلوا خاصيه الجرس وخليونا لي كومونتير ديالكم وما تبخلوش عنا باللايك الى سميتو الى عجبكم لا فيديو. والا كانت شفتو شي نواقص قولوها لنا حنايا فرهن الاشاره. علي مع السلامه اي بون نوي. رانا حنا كنصوروا بالليل هذا الوقت هذا. علي الله يعاونكم.